الحياة هنا تبدو مثالية، بيت فاخر وطفل متعاون ملتزم رياضي مستقل يعتمد على نفسه، يعيش في عالمه الخاص، ينظر ولا يرى، ينصت ولا يسمع، يفصح ولا يتكلم. محمد قريب مني جداً. محمد حسن يعتبر من السباحين الخارقين. محمد حسن يبلغ من العمر 14 عاماً، لم تثنه الحياة عن أن يعيشها، بل هو الذي فرض قوانينه عليها، فقلبه البريء تخطى حواجز الجسد وتعدى حدوده المنيعة، وأصبح له لغته الخاصة، لغة لا نفهمها. إحنا بنتفاهم ممكن مش طريقة اللمس أكتر من طريقة مشاعر. محمد طيب قوي وبيحس باللي بيحبه، بيعيط وبيتضايق وبيقولك صالحيني وكده. محمد لما بيشرب بيعمل كده، لما بياكل بيعمل كده، لما بيبقى بنام بيعمل كده، ساعات بيقول لي افهمي فيعمل لي كده او يضربني على دماغي. محمد مثلا تخبي منه حاجه يلاقيها على طول، يعني في الاول كنا بنشك ان هو شايف، بعد كده لا ما بيشوفش يعني، بس هو بيحس. محمد اول ما حد يتعرف على حد بيلمسه من دماغه لحد تحت عشان يشوف الاول هو ولد ولا بنت، بعد كده بيشوف الشخص ده بيحبه ولا ما بيحبوش، لو مش بيحبه بيبعد عنه، لو بيحبه بيفضل مكمل معاه عادي. محمد كان مولود طفل كان طبيعي هو واخوه، ونتيجه لدخوله الحضانه والخطا الطبي اتحط له الاكسجين والتنفس الصناعي، لما اتحط عالي اثر على عصب السمع وعصب البصر. هو معايا على طول 24 ساعه، بيبقى ماشي معايا على طول في البيت، وانا بستغله بصراحه معايا في البيت، بيعمل معايا حاجات كتير. يعني محمد لو مثلا تعبان او انا تعبانه بيبقى معايا، بتحس ان هو قاعد جنبك. محمد بالنسبه لي فخر، وان محمد بيعمل حاجات ممكن النورمال ما بيعملهاش. يعني اي حاجه انت بتقدري تتعاملي مع محمد فيها، يعني تقدري تعلمها له عن طريق اللمس او تخليه يلمس حاجه او الشم، تقدري يقدر يعملها. حكاية إبداع وتألق وانتصارات عبرت الانكسارات. محمد بطل فوق العادة، تحدى إعاقته بإرادته، خاض معترك الإنجازات والبطولات فحققها بثقة الأبطال، وكانت إعاقته الثلاثية مفتاح نجوميته في رياضة ذوي الهمم. أنا بالنسبة لي محمد حسن يعتبر من السباحين الخارقين. برضو فترة التعلم الحقيقة ما خدش وقت قوي، لأن هو كان بينزل مع أخته عهد، برضو عهد هي بطلة سباحة، ومحمد ليه اتنين إخوات والاتنين أبطال جمهورية. فالحقيقة ابتدى يتفاعل مع طه، ابتدت إحساسه بالمية يتعود، ما يبقاش فيه مشكلة. هو مش بيسمع، هو بيحس بذبذبات الصوت والهواء اللي خارج من بقي في ودنه. هنقول محمد، 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 يعني أنا دلوقتي ما بسمعش وما بشوفش وما بتكلمش، فمش عارف أتواصل معك. لازم يحسس، لأن هي إيديه، هي العيني. هو محمد حسن حالة خاصة، يعني محمد طبعا عشان مش لاقي حد يتواصل معاه، حاسس إنه هو وحيد. وبالفعل يعني الحاجة الوحيدة اللي ابتدى يطلع مشاعره فيها، طلع طاقاته فيها، السباحة. بيبقى مستمتع جدا في التمرين، مستمتع جدا وانا بلعب معاه في المية. يعني نزل اول بطولة ليه جاب ميدالية ذهب، طبعا هو ما كانش حاسس بالميدالية، كنت كل ما البسها له ياخدها يرميها يلعب. بعد كده تاني بطولة ابتدى ينزل في قلبيها، كان نزل تبع الاتحاد الذهني، جاب برضه ميدالية ذهب. فمن يرى وهن البداية لا يمكنه تصور صلابة النهاية، فالبدء يختارنا لكننا نختار الطريق، وما طريق سوى الطريق. قد يغيب الصوت حينا لكن الروح تسمع، قد تغيم الصور عمرا لكن الحس يلمع، قد ينادينا الطريق وعزيمتنا الرفيق، نمشي نحو الحلم حلما لا نهاب ولا نرجع. وسام نصر، MBC مصر.